مرحبا بكم عندنا. الله يعيشك. اليوم حبينا نقدم لكم اصغر عضو في الهيئه في المكتب الولائي. ما شاء الله، الله يبارك. قامت معنا في عده نشاطات وقامت باستقبال وفود على المستوى العالمي. السن ديالك 18 سنه بالضبط ولا مازال؟ بالضبط 18 سنه. كيفاش غلقتي 18 سنه؟ في 5 جوان. 5 جوان يعني قبل هذا السن كنتي تعتبرينا طفله. كنتي طفله والان راك دخلتي في سن الرشد. في نفس الوقت الرئيسه باغي نشوفوا البادج نتاع السيد تاع الانسه. تقولنا الباش تاعها شا عندك؟ بن علي هناء، طالبه كاتبه ومنشطه اذاعيه مشاركه في كتاب ورقي جامع تحت عنوان القفص الاسود مع شله من الاعلاميات واصغر عضو بالهيئه الوطنيه لترقيه الصحه وتطوير البحث العلمي. الله يبارك. وش رايك انت في العمليه هذه اللي قمنا بها اليوم؟ كانت اللي انت يعني راكي حديثه في سن الرشد وكنت في اقل من اشهر كنت تعتبرين طفله، والان نقدر نقول لك باللي انت تعتبرين الناطق الرسمي باسم الطفوله. واش تقدري تقولي لنا من خلال هذه العمليه اللي راكي شفتيها بكل عفويه؟ بكل عفويه. كانت مبادره ناجحه ما شاء الله، يعني يعجز الكلام عن الكلام. كانت مبادره روعه الحمد لله. وكنت حبي تحسني في هذه المبادره. احنا ماشي دائما نحبوا نشكروا ونقولوا الامور دائما ملاح والامور دائما كانت بالايجاب الكلي والتام الى غير ذلك. لو كان في امور حين نحسنوا منها حتى تكون العمليه على احسن وجه، واش ما هي النقائص اللي راكم تلقوا فيها؟ كانت اكيد راح نكون نتاع النظر هي بالاخص كانت الاولى، يعني الطفل اللي خاص يكون من يكون صغير يعني يكتشفوا النظر تاعه الحواس تاعه يعني قبل 6 سنوات قبل 6 سنوات من 6 سنوات. نعم نقدر حتى قبل هذا قبل هذا المستوى الطبي نقدر حتى قبل هذا. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. تحياتنا لأصغر عضو على مستوى الفهام الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث. إن شاء الله مستقبل ظاهر وبالعلم يمكننا نتطور ونزدهر.